السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل عيش السن الطري اللي بنجيبه من المخابز برا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هجيب عندي كيلو دقيق اللي هو الدقيق البني، دقيق الرجيم من عند اي عطار، احط عليه معلقة ونص خميرة، وطبعا مش هنحط سكر، هضيف ملح حسب الرغبة، وكوباية ونص مية دافية كده تدريجيا. لو احتجت تاني عشان نظبط العجينة براحتك خالص لحد ما تظبطي العجينة. انا ضفت كمان نص كوبايه دي بعد العجينه، بعد ما لميتها بقى احط نقطه زيت صغيره بس، واحط بقى العجينه تخمر براحتها خالص. طبعا عشان الجو هي قعدت معايا حوالي ساعه، ساعه ونص عقبال ما خمرت. غطيتها كده زي ما انتوا شايفين كانت خمرت. هبدا ان انا بقى لمها كويس جدا، وابدا ان انا ارش شويه رده معايا مكان الدقيق، واقوم ان انا ابدا ان انا اكورها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما اخلص الكميه كلها، وحطها في الردة بعد كده. وحط بقى شويه ردة على الترابيزه اللي انا هفرد عليها، وافرد الرغيف وافرده بقى بالنشابه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. كل ما يبقى رقيق كل ما انتوا شايفين كده بينفخ معايا وبس كده، ما خدش مني اي وقت خالص، هو وقت التخمير وسهل ولذيذ ونعمله في البيت برضه. والف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يا خرابي على الجمال والحلاوه، بجد احلى كمان من اللي بنجيبه من المخابز، رهيب. والف هنا وشفا.